نشرة الأخبار من تلفزيون المسار والبداية بأبرز العناوين. عقيل صالح وستيفاني في جولة جديدة لبحث موعد الانتخابات. الدبيبة يدعو للانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور. الابقاء على الحكومه بين نواب مؤيدين واخرين رافضين اهلا بكم التفاصيل حيث التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح اليوم مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بمدينة القبة وناقش الطرفان خلال اللقاء المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما وبحثا سبل حالة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية للسعي لتحقيق الإرادة الليبية وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية بحسب ما ذكر المركز العالمي لرئيس مجلس النواب النواب. اكد النائب الاول لرئيس البرلمان فوزي النويري ان استبعاد مجلس النواب في اي تسويه سيجعل مصيرها الرفض. النويري وفي كلمات له في ندوه الدستور اولا التي عقدت في طرابلس بين ان هناك حاجه ماسه الى خارطه طريق تبدا بالمسار الدستوري. واستبعاد مجلس دور مجلس النواب باي تسويه لن تكون لها شرعية وطنية وسترفض، فهناك فعليا لجنة شكلت من قبل مجلس النواب تعمل على خارطة طريق وتجري تواصلات مع عديد الأطراف الداخلية بشكل موسع والنتائج المبدئية مطمئنة جدا ونحن متفائلون بأعمال اللجنة. إن أعضاء مجلس النواب الليبي يدعون كافة الليبيين للوقوف صفا واحدا لحل المشكلة والعائق. للوصول الى مرحله دائمه تقوم على انتخابات رئاسيه وبرلمانيه وفق قاعده دستوريه. من جانبه دعا رئيس حكومه الوحده الوطنيه عبد الحميد الدبيبه الليبيين الى التمسك بالاستحقاق الدستوري وعدم السماح بالقفز على ارادتهم وفق تعبيره الدبيبه وفي كلمه له في ندوه الدستور اولا لفت الى ان المشكله الحاليه في البلاد تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية مؤكدا على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور إن مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور حقيقي لهذا الشعب تستمد شرعيتها من الشعب والشعب فقط لذلك فإنني أحدت من بركم هذا كل الاطراف بدعم الاستحقاق الدستوري كاساس للعمليه الديمقراطيه وعدم الذهاب الى اي مسارات ليس لها اي عنوان او اي هدف تعلمون ذلك كثيرا من الاتفاق الاممي الموقع في محطاتها بتونس وجنيف بعد ان اختار قياده السلطه التنفيذيه الرباعيه من خلال المجلس الرئاسي ورئيس الحكومه وحدد المسارات الاربعه الحل في ليبيا التي تهدف جميعها للوصول الى الانتخابات وتمسكوا دائما بالاستحقاق الاستحقاق الدستوري الانتخابي وتمسكوا بحقكم في الدستور هذا حق لكل الشعب الليبي ولا يمكن ان يقيده شخص او أمة أو مدينة وفي السياق قال عضو مجلس الدولة عبد القادر الحويلي في تصريح لتلفزيون المسار أن هناك امكانية لإجراء التعديلات على مشروع الدستور قبل عملية الاستفتاء عليه مشيرا الى أن ذلك يحدث حال اجتماع مجلسين النواب الدولة واتفاقهما على إيجاد الحلول في أسرع وقت ممكن. من بينها ان الهيئه منتخبه ممكن ان يمرر هذا الدستور لدوره انتخابيه واحده وبعدها يعدل في اول دوله برلمانيه للسلطه التشريعيه او ان يستفتى عليه بالقانون الذي اصدره مجلس النواب يعني حاليا تعطيل من المفوضيه العليا الانتخابات قانون رقم 1 2019 يجب ان ينفذ، هذا هذا امر يعني قطعي هذه مخالفه جنائيه للمفوضيه العليا للانتخابات، ايضا بالامكان حاليا هناك عمليه اجراء تعديلات عليه قبل الاستفتاء عليه ممكن ان نجتمع مع مجلس النواب لان هذا اساس بالنسبه للماده 23 من الاتفاق السياسي الليبي تنظم العلاقه بين مجلس الدوله ومجلس النواب في هذا المسار، فيجب ان يجتمع مجلس الدوله ومجلس النواب على على ايجاد هذه الحلول باسرع وقت ممكن ويجب هذا المؤتمر ان يضغط بقوه ويخرج بتوصيات للضغط على الجسمين هذا اسهل شيء واسرع شيء اننا نذهب الى المسار الدستوري ونحل به الاشكاليه السياسيه في ليبيا. نفى ثمانية عشر نائبا نفيا قاطعا صحة توقيعاتهم على البيان الممهور بتوقيع اثنين وستين نائبا لدعم خيار الابقاء على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مهددين بمقاضاة وملاحقة المسؤولين عن هذا التزوير قانونيا المزيد في هذا التقرير ما بين وجود نص قانوني يسمح لمجلس النواب بتغيير الحكومة الحالية من عدمه، تتجه الأنظار إلى نتائج لجنة خارطة الطريق النيابية التي من المتوقع أن تقدم توصياتها بشأن استمرار الحكومة أو تغييرها بعد أن شهد يوم الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي سقوطاً مدوياً جراء فشل الانتخابات. دعم ورفض نيابي لاستمرار عمل الحكومة ووجهات نظر متباينة كان آخرها صدور بيان لـ 62 نائب يؤيدون فيه الابقاء على الحكومة مع اجراء بعض التعديلات الوزارية التي تسمح لها بفرض سلطتها على الاراضي الليبية كافة. تفاصيل البيان تمثلت بمنح الدبيبة حرية اجراء التعديلات الوزارية بالاتفاق مع المجلس الرئاسي الى جانب التزامه بتمثيل جميع الدوائر وتحمل مسؤولية خياراته على ان تستمر حكومته بالعمل لمدة عامين من تاريخ توقيع الاتفاق او الى حين اجراء الانتخابات بالاضافه الى مطالبتها بايجاد توافق مع القياده العامه للقوات المسلحه مغيه ضمان انجاح عمل المؤسسه العسكريه البيان اقترح ايضا ان تتولى كل من دول تركيا ومصر والامارات وقطر رعايه الاتفاق بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه اللافت للانتباه جراء هذا البيان هو تصريحات بعض النواب الذين اكدوا عدم علمهم بتفاصيله فعضو مجلس النواب فاطمه بوسعده نفت في تصريح خاص لتلفزيون المس علمها بالبيان مستغربة في الوقت ذاته وجود اسمها ضمن الموقعين وكذلك الحال أيضا بالنسبة إلى النائب ميلود الأسود الذي رفض بشكل قطعي الزج باسمه دون علمه بأي تفاصيل بالإضافة إلى النائب عبد السلام شوها الذي اعتبر أن هذه الخطوة ما هي إلا لعبة سياسية لا علاقة له بها ثمانية عشر نائبا أيضا أصدروا بيانا نفوا فيه قطعيا صحة توقيعاتهم على بيان دعم الحكومة مهددين بمقاضاة وملاحقة المسؤولين قانونيا عما قالوا إنه تزوير أما النائب محمد الرعيد فقد قال في تصريحات صحفية إن بيان ال 62 نائبا الداعي لتوافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يأتي للحفاظ على استقرار البلاد بهذه المرحلة الحساسة لغط وعدم وضوح تتسم به أغلب الملفات التي يتم تداولها بالشأن الليبي خاصة تلك المتعلقة بالانتخابات والمرحلة التي تسبقها، ليبقى عدم التوافق المطلق بين الاطراف السياسيه هو عنوان للازمه الليبيه. قال عضو لجنه التوصل بالهيئه التاسيسيه لصياغه مشروع الدستور مراجع نوح ان رئيس مجلس النواب عقيل صالح لا ياخذ بعين الاعتبار اراء اللجان وما تتوصل اليه من نتائج. نوح اضاف في تصريحات صحفيه ان صالح تجاهل من قبل مخرجات الغردقه الصادره عن لجنتي النواب والدوله. واضحا انه يسيطر على كل شيء ويتجاوز القانون والنصوص المنظمه لعمل مجلس النواب بحسب تعبيره. وقال نوح انه وفقا لما وصلهم من تاكيدات فان مقترح صالح غير ما تم الاتفاق عليه مع رئيس مجلس الدوله مؤكدا انهم متمسكون بمشروع الدستور ولن يسمحوا باي تعديل في الاعلان الدستوري يهمش مشروع الدستور. بهدف الحصول على اكبر قدر من التوافق والاصوات لرئاسه الحكومه المرتقبه يخوض العديد من الشخصيات في الوقت الراهن جولات ومشاورات تحمل في طياتها مشاريع مستقبليه ووعودا لغد افضل من خلال التغيير القادم الذي سيحدد موعده حتى او حين انهاء حاله الانسداد السياسي والتوافق الفعلي بين الاطراف كافه. حكومة جديدة قد ترى النور في شهر فبراير المقبل حسب تكهنات مصادر وصفتها وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك بالمطلعة مشيرة إلى عدد من المشاورات التي تجرى في الوقت الراهن. المشاورات لم تعد تقتصر على شخصية واحدة كما السابق فنائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيغ ووزير الداخلية السابق المترشح الرئاسي فتحي باشاغا. السابق عارف النايض يجرون كل على حدة مشاوراتهم لترأس الحكومة المرتقبة بحسب الوكالة مصادر وكاله الانباء الروسيه اضافت ان الشخصيات الثلاثه تجري مشاورات ومحادثات مع عدد من اعضاء مجلس النواب للحصول على ثقتها في تشكيل الحكومه وان بعض الاوراق التي تقدم مرتبطه بالقدره على ازاحه حكومه الوحده الوطنيه من المشهد في حاله رفضها تسليم السلطه المراقبون والنشطاء ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي طالبوا مجلس النواب بحسم مساله اعاده تشكيل الحكومه خاصه وان بعض النواب يفضلون علنا الابقاء على الحكومه بعد استمالتهم بمزايا وعطايا على قول المراقبين والنشطاء ويرى متابعون أنه في حال إقرار البرلمان إعادة تشكيل الحكومة، فلن يكون أمام رئيسها عبد الحميد دبيبة سوى تسليم السلطة إلا إذا رأى المجتمع الدولي أن تشكيل حكومة جديدة يطيل أمد الأزمة. ويؤكد اخرون على ضروره وجود خارطه طريق واضحه للحكومه الجديده ومحدده التواريخ بشان اجراء الانتخابات حتى لا يعاد تدوير الازمه مره اخرى البرلمان خلص خلال جلسته الاخيره التي خصصها للاستماع لتقرير رئيس لجنه خارطه الطريق حول ما انجزت لجنته من اعمال الى التاكيد على عمل اللجنه واستمرار اعمالها وتواصلها مع الاطراف والاجهزه المعنيه بالعمليه الانتخابيه للوصول الى موعد حقيقي للانتخابات في اقرب وقت قال رئيس الاركان العامه بالمنطقه الغربيه الفريق اول محمد الحداد ان الجيش لن يكون تابعا لاي تيار سياسي الحداد كشف عن وجود معسكرات في بعض المدن تستخدمها جهات لا تنتمي للمؤسسات العسكريه ولا تعرف من او لا نعرف من فيها بحسب قوله يعقد مجلس سلم جلسة يوم غد الاثنين تقدم خلالها وكيلة الامين العام للشؤون السياسية تقريرها حول ليبيا ومن المتوقع ان تشهد هذه الجلسة طلب التصويت لتمديد ولاية البعثة الاممية في ليبيا. كما سيطلع السفير الهندي ورئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا اعضاء المجلس على انشطة لجنة العقوبات. وسبق ان مدد المجلس مهمه البعثه في ليبيا اواخر سبتمبر الماضي حتى نهايه يناير الحالي قال نائب محافظ مصر في ليبيا المركزي علي الحبر ان الاحتياطي النقدي منذ 2011 انفق منه 50% وهذا التأكل جاء نتيجة للحروب والصراعات السياسية والعجز الحكومي في الميزانية العامة كما واكد الحبر في تصريحات صحفية انه يجب المحافظة على المتبقي للنجاة من اي اثار سلبية تنعكس على الاقتصاد الليبي مشيرا الى ان ذلك لن يتحقق الا بتنويع الاقتصاد كهدف استراتيجي بالتخطيط المتوسط المدى الى جانب اعاده النظر في الانفاق العام وضبطه عقد كامل انقضى منذ فبراير عام 2011 وما زال الانقسام السياسي وما رافقه من ترد اقتصادي سائدا في بلاد غنية بالنفط معظم شعبها علي حافة الفقر فهل تسعف خطة اعادة توحيد المصرف المركزي الوضع الاقتصادي في البلاد منذ عام 2011 واجهت الدولة الليبية تحديات كبيرة ويومية، شملت تحديات أمنية واجتماعية وسياسية انعكست آثارها على الوضع الاقتصادي للبلاد. فقد توقف تصدير النفط عام 2013 بسبب الحرب على الإرهاب وإغلاق الحقول النفطية ومنافذ التصدير، وهو ما أدى إلى عجز في تمويل ميزانيات مؤسسات الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في القارة الإفريقية. ويعتمد 95% من دخلها القومي على إيرادات النفط والغاز فضلا عن الصناعات البتروكيماوية والحديد والفولاذ عام 2014 أقرت الحكومة الليبية أنذاك الموازنة بنحو 48 مليار دولار وسط توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% مقارنة ب5.3% من العشرة لعام 2013 غياب التوافق السياسي والأمني جعل ليبيا حبيسة أزمة مالية حادة تحت وطأة انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه واتساع عجز الموازنة العامة التي أفضت إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي وعدم قدرة الحكومات الانتقالية المتعاقبة على تحصيل الرسوم السيادية كالضرائب والرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة الليبيون علقوا أمالهم حتى ديسمبر عام 2015 على أن يخرج اتفاق الصخيرات البلاد من أزمتها الاقتصادية غير أن الصادرات النفطية تراجعت من مليون وستمائة ألف برميل يوميا إلى ثلاثمائة وستين ألف برميل يوميا وخسرت البلاد حوالي ستين مليار دولار خلال عامين وتراجع الدينار الليبي حتى بلغ سعر الدولار أكثر من ستة دنانير ونصف الدينار تقارير البنك الدولي أشارت إلى أن الاقتصاد الليبي بدأ بالتعافي في النصف الأول من عام 2017 بفضل استئناف إنتاج النفط لكنه ما لبث أن تراجع على وقع نقص الأموال وغياب الأمن والاستقرار وازدياد التضخم وانخفاض الأجور واتساع رقعة الفقر وهو ما أدى إلى انحصار النمو بنسبة 7.8% وثمانية بالعشرة نهاية عام 2018 ثم ب وسبعة بالعشرة عام 2019 لتحلق النسبة بجناحي جائحة كورونا إلى 31% في العام 2020 ولأن الاستقرار السياسية والأمنية يمثل حجر الزاوية واللبنة الأساسية لبناء اقتصاد قوي، فقد توقع البنك الدولي في تقريره الأخير أن يمهد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2020 وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في مارس عام 2021 يمهد الطريق نحو التعافي الاقتصادي، وأن يصل معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي مطلع العام الحالي إلى نحو 70% شريطه اجراء الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه واستقرار الوضع الامني واعاده توحيد المؤسسات العامه للدوله وهو ما لم يحدث حتى الان وفي الوقت الذي اعلن فيه عن تدشين خارطه اعاده توحيد السلطه النقديه المتمثله في المصرف المركزي وسط ترحيب اطراف محليه ودوليه تبرز تساؤلات عن مستقبل الاقتصاد الليبي في ظل تاجيل الانتخابات وتذبذب الاوضاع الامنيه قال موقع افريكا انتلجنس الفرنسي ان الولايات المتحده الامريكيه علقت اجراءات تتبع الاموال الليبيه في نيويورك بشكل رسمي، واوضح الموقع الفرنسي ان محاميين امريكيين اوقفا تحقيقاتهما بعد ان قدما طلبا في ديسمبر الماضي لثمانيه بنوك دوليه كبرى مقرها في نيويورك للافصاح عما لديها من معلومات حيال ملف الاموال الليبيه تتعلق باي عمليات نقل للاموال. أعلنت شركة ميتا الخميس الماضي حذف حسابات من منصتي فيسبوك وإنستغرام كانت تدار من قبل عناصر تابعة لجماعة الإخوان في ليبيا لخرقها المعايير والقواعد المعمول بها تفاصيل أوفى في هذا التقرير في الوقت الذي تعيش فيه ليبيا مختنقات وازمات مختلفه على وقع تاجيل الانتخابات والانقسام حولها اماطت شركه ميتا اللثام عن حسابات وصفحات ومجموعات الكترونيه تعزز خطاب الكراهيه على حد وصف الشركه مضيفه انها تتبع جماعه الاخوان المسلمين وتدار من تركيا واحد واربعون حسابا ومائة وثلاث وثلاثون صفحة وثلاث مجموعات على منصة فيسبوك واربعة عشر حسابا على منصة إنستغرام هي حصيلة ما اغلقته الشركة في سياق محاربتها لخطاب الكراهية واثارة النعرات والحض على الفتنة بحسب ما ورد في تقريرها الذي تزامن مع اغلاق حساب تويتر الخاص بقناة ليبيا الاحرار المحسوبة على جماعة الاخوان التقرير اشار الى الى استهداف شخصيات ليبيه من خلال هذه المجموعه المتخفيه خلف اسماء وهويات وهميه والتابعه لحزب العداله والبناء في ليبيا الجناح السياسي لفرع جماعه الاخوان وأوضحت الشركة أن الشبكة المرتبطة بالحزب أنفقت على تمويل نشاطاتها ما يقرب من 59 ألف دولار وعملت على الإدلاء ببيانات تحريضية وكتابة تعليقات وهمية ليست المرة الأولى بحسب مراقبين التي يحاول فيها الإخوان تطويع منصات التواصل الاجتماعي لنشر التحريض والنفخ في رماد الفتنة بين الليبيين على حد قولهم ففي ديسمبر الماضي وبينما كان الليبيون يستعدون للتوجه الى صناديق الانتخاب الرئاسيه دعا الصادق الغرياني ونجده سهيل مناصريهم في تغريده على تويتر لمنع اجراء الانتخابات ولو بالقوه شركة تويتر من جهتها كانت قد اغلقت في نوفمبر الماضي حساب سيف القذافي بعد ساعات من تدشينه قبل ان توشحه بعباره حساب موقوف تويتر يوقف الحسابات التي تنتهك سياساته والتي تتضمن حسب خبراء خطابات الكراهيه والتطرف ونشر الاخبار الكاذبه واعتبر مراقبون ان حمله اغلاق الحسابات الوهميه والمغرضه التي شرعت بها ميتا تعني بوضوح ان المجتمع الدولية قد انضم لجهود التصدي لخطاب الكراهية الذي بات يهدد النسيج الاجتماعي الليبي وينذر بعودة البلاد الي مربع العنف والانقسام وفي شرح مفصل تلجا منصات التواصل الاجتماعي الى ايقاف بعض الصفحات والحسابات اذا ما انتهك اصحاب تلك الحسابات سياساتها حيث تغلق الحسابات المزيفه وغير الحقيقيه وحتى تلك التي تحمل صورا مسروقه ومعلومات مضلله في الملف الشخصي بعد الابلاغ عنها وتمنع السلوكيات التي ترمي الى التهديد وايضا الترويج للارهاب والتطرف بما في ذلك المنظمات او الجماعات الارهابيه والافراد المنتمين اليها والذين يستخدمون العنف او الترويج لانشطه غير قانونيه كذلك لا تسمح المنصات باستغلال الأطلا... الاطفال جنسيا سواء باستخدام الوسائط او النصوص وكذلك الصور كما وترصد اي خطاب للكراهيه او للتحريض او حتى للتمييز بين الجنسين او حتى الدين والعرق او العمر وحتى الاعاقه او استخدام صور ورموز تحث على ذلك وتوقف المنصات الحسابات المنتحله ايضا للشخصيات او المجموعات وكذلك المؤسسات والتدقيق في البلغات التي قدمت عنها وفي حال تاكد الانتحال يتم ايقاف هذه الحسابات من قبل هذه المنصات بشكل دائم رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي النائب العام صديق الصور لعدم الانتقائية في العدالة مؤكدا أنه عليه مكافحة الفساد بعيدا عن الصراعات السياسية والإجراءات التصفية أو التعسفية غير المبررة السويحلي أضاف في تغريدة له على تويتر أن مكافحة الفساد يجب أن تتضمن جميع مناطق ليبيا بما فيها المنطقة الشرقية مطالبا النائب العام بالتحقيق في فساد بعض وزارات الحكومه السابقه وفقا لتقارير ديوان المحاسبه الصادره بهذا الخصوص. استعرض وزير الماليه المصري محمد معيط نتائج اجتماع اللجنه الجمركيه الليبيه المصريه المشتركه موجها بالمضي في تنفيذ التوجيهات الرئاسيه. وأشار الوزير إلى أنهم مستعدون لنقل هذه التجربة المصرية إلى ليبيا والتي ارتكزت على إصدار قانون الجمارك الجديد للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية عبر تطبيق منظومة النافذة الواحدة والتي تربط بين مختلف الموانئ إلكترونياً بما يساعد في تبسيط وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وكذلك تسهيل حركة التجارة الدولية. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا، حيث بلغ عدد متلقي, متلقي الجرعة الأولى من اللقاح مليونا وتسعمائة وواحد وتسعين ألفا وتسعمائة وواحد وستين شخصا، منهم تسعمائة وواحد وستون ألفا ومائة وثلاثة وأربعون تلقوا الجرعة الثانية، فيما تلقى عشرة آلاف وخمسمائة واثنان وخمسون شخصا الجرعة التعزيزية الثالثة. وأكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح على ضرورة توجه كافة المواطنين والمقيمين في كل أنحاء البلاد لتلقي جميع جرعات اللقاح لمواجهة متحورات الفيروس والحد من انتشاره سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 2281 إصابة و14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وبحسب بيان المركز الأخير فقد تماثل 567 مصابا للشفاء فيما وصلت نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 24.5% من مجمل عدد الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الماضية أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر سايح دخول البلاد في الموجه الرابعة لجائحة فيروس كورونا المستجد بعد انتشار المتحور الأخير اوميكرون. اثر تدهور الوضع الوبائي وتسجيل اعداد غير مسبوقه من الاصابات بفيروس كورونا لم تشهدها البلاد منذ سته اشهر، اضطر المركز الوطني لمكافحه الامراض للاعلان رسميا عن دخول البلاد في الموجه الرابعه من الجائحه. مدير المركز حيدر السايح وفي خطوه للحد من تفشي الفيروس اقترح تقسيم البلاد الى مناطق صحيه بما يمكن فرق مجابهه الوباء من حصر جهودهم في مناطق ارتفاع المؤشرات. والعمل على خفضها مؤكدا عدم امكانيه تطبيق فرض حظر التجوال بالمناطق كافه في الوقت الراهن التقرير الوبائي الصادر عن المركز الوطني لمكافحه الامراض حمل ارقاما كبيره في اخر تقرير اسبوعي له حيث بلغت نسبه الحالات النشطه 31% وقدرت الحالات التي تحتاج الى رعايه طبيه داخل مراكز العزل ب 335 حاله اي بارتفاع بلغ 87% مؤسسات حكومية شرعت بمنع مرتادي مقرها من المواطنين الذين لا يحملون شهادات التطعيم من الدخول اليها، فوزارة التربية والتعليم أصدرت تعميما يجبر جميع العاملين في قطاعها على تلقي لقاح كورونا، مؤكدة أنه لن يسمح بدخولهم المؤسسات التعليمية إلا بإبراز بطاقة التطعيم ضد الفيروس. في وقت أصبحت فيه المرحلة الرابعة من فيروس كورونا واقعا معاشا، بات من الضروري المضي قدما بحملات التطعيم مكثفة في خطوة قد تكون الوحيدة للحد من تفشي المرض حذرت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية من موجة برد تؤثر على مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي بداية من الثلاثاء ويرافق هذه الموجة سقوط أمطار من المتوقع أن تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق من المرج إلى الجبل الأخضر حتى طبرق ويصحبها أحيانا خلايا رعدية وسقوط حبات البرد ما يؤدي إلى جريان بعض الأودية وتجميع المياه في الأماكن المنخفضة مع سقوط زخات ثلجية بداية من يوم الثلاثاء على مرتفعات الجبل الأخضر إلى طبرق ومراسلنا من هناك عبد الرحمن سلام عبد الرحمن ما هي حالة الطقس لديك وأيضا إمكانية الجهات المختصة بعد التحذير الأخير من قبل مركز الأرصاد الجوية في حال استمرار هطول الأمطار. طبعا الامطار بدات حقيقه من ليله البارحه في وقت متاخر يعني سقوط الامطار بعد الساعه الثالثه فجرا بدا سقوط الامطار وزادت الامطار وكميه الامطار اليوم بعد العاشره من صباح اليوم ولاكثر من ساعه وايضا صاحب هذه او سقوط الامطار هذه انخفاض بشكل واضح جدا في درجات الحراره وهذا المنخفض واضح جدا بدأ هذا المنخفض بعد ظهيره اليوم درجه الحراره اليوم تراوحت في مدينه طبرق ما بين 10 درجات الى 9 درجات وايضا الى وصلت خلال هذه الساعات الى ثمان درجات مئويه مع السحب متفرقة هطول الأمطار متقطع في الفترة المسائية ما بعد الثانية ظهرا من خلال هذا اليوم أيضا هناك أحد الخبراء خبراء الأرصاد سيد عبد اللطيف أبو عساكر وهو من مدينة طبرق دائما يعني من خلال صفحات التواصل يحاول يعني يكرس خبرته في هذا المجال وايضا لديه العديد من المنشورات التي دائما تحذر مناطق البطنان بالكامل خصوصا عندما يكون هناك انخفاض او منخفض واضح جدا في او تيارات منخفضه عموما تواصلنا منذ قليل مع المسؤول عن لجنه الازمه في المجلس البلدي وهم يعني خلال هذه الفتره أكد لنا أن البلدية تعمل جاهدة على أن تحاول ان تكون في الموعد خصوصا اذا ما ارتفع منسوب المياه لان هناك مشكله في البنى التحتيه في اغلب شوارع المدينه ودائما ما يخشى من ان يرتفع منسوب المياه وتدخل الى البيوت خصوصا في الاحياء القديمه مثل حي الحطيه في مدينه طبرق وبعض الاحياء الجديده ولكن لم تصلها البنيه التحتيه. طيب هل هل هناك مخاوف من اغلاق بعض الشوارع ربما الرئيسيه والمهمه في طبرق في حال ارتفاع منسوب مياه الامطار واستمرار الهطول؟ طبعا الى الان لم تغلق اي شوارع في 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 هذه المدينه ولكن في بعض الاماكن اللي ليست داخل مدينه طبرق ولكن على مداخل المدينه من جهات اللي موجود فيها عدد من المزارع او الاراضي الزراعيه والاراضي الزراعيه حقيقه في الاونه الاخيره بدات تشكل خطر على ساكنيها لان هذه الاماكن الزراعيه والاراضي الزراعيه هي في الاصل كانت قبل 2011 كانت مساحات مفتوحه هناك بعض السدود اللي تم تغييرها من قبل المواطنين وحولها الى مساكن وايضا الى مباني سكنيه موجوده في اماكن منخفضه دائما ما تتم هذه المباني في في فصل الصيف وفصول يعني بعيده عن فصل الشتاء وعندما ياتي فصل الشتاء تصبح هذه المباني مهدده ربما البلديه وايضا المسؤولين في هذه البلديه دائما ما يحذرون سكان هذه المناطق من اخذ الحيطه والحذر الان وسط المدينه موجود عدد من جزر الدوران في مدينه طبرق عندما نعم. تهطل كميات حتى ولو كانت كميات متوسطه من الامطار دائما ما تسبب اختناقات مرورية داخل هذه المدينه، الان مدينه طبرق هذا العام وايضا حتى العام الماضي باذن الله ستكون في 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 مامن مقارنه مع المدن الاخرى. طيب عبد الرحمن ماذا عن بيوت الصفيح واحياء الاكواخ سواء في طبرق او حتى ضواحي طبرق وتاثرهم بموجه البرد؟ في كل عام طبعا موجه البرد حقيقه يعني دائما ما تطال هذه المناطق وخصوصا المناطق البعيده نوعا ما عن مدينه الطبرق يعني في بعض بعض المناطق الاخرى ما بين مطار مدينه طبرق وايضا ما بينها وكذلك مدينه طبرق ايضا منطقه مساعد قصر الجادي هذه المناطق هناك بعض الاكواخ وايضا منازل الصفيح الموجوده خارج المخططات دائما كل عام ما يعني تطالب بعض الاضرار خصوصا السيول التي قد تجرف بعض الاراضي العام الماضي هناك من فقد يعني عد اعداد كبيره من الاغنام وايضا الماشيه خلال هذه مع بدايه فصل الشتاء في العام الماضي هذا العام ايضا لازال التحسب والترقب من قبل هؤلاء يعني خلال هذه الفتره وهذه طبعا يعني آه الى الان لجان الازمه على مر نعم. السنوات الماضيه حقيقه لا يوجد اي امكانيات قد تقدم لهؤلاء هم فقط دائما نعم. ما يوفرون السيارات وتاتي هذه السيارات وهذه الامكانيات ما بعد وقوع هذه الازمات او هذه الفيضانات تاتي على على شكل تعويض لكن ان يكون هناك احتراز يعني للوقوف مع هذه الاسر خلال هذه نعم. يعني قبل قبل هذه الكوارث هذا طبعا ما تعودنا عليه دائما ويتمنى او يتمنى هؤلاء المواطنون أن تكون هناك إجراءات حاسمة للتصدي لهذه التصدي لهذه العوارض وهذه الكوارث الطبيعية من خلال الاهتمام بمنازلهم وأيضا العمل على ترميم السدود خصوصا السدود الموجودة في منطقة الشط يعني زي أو مثل سد الاحتواء والعين يعني العين والاحتواء سدين معروفين في منطقة الشط هذان السدان حقيقة دائما ما المناطق هيطا بهما يمتلئان بالمياه ودائما نعم يخشى ان يرتفع منسوب المياه قد يسبب العديد من المشاكل للسكان المحيطين بهذين طيب السدود طيب عبد الرحمن هذا كل ما يتعلق بالحاله الجويه ماذا عن الحاله السياسيه وهل تتوفر لديك معلومات فيما يتعلق بجدول اعمال جلسه مجلس النواب الاثنين القادم طبعا الحاله الجويه ربما لا تختلف عن الحاله السياسيه المواطن يعني دائما يريد ان تكون هناك جلسات ساخنه وهذه الجلسات الساخنه علها ربما تدفئ المواطن الذي الان يعاني البرد في كل مناطق ليبيا جلسه يوم الغد بحسب ما سمعنا انها ربما سيتم التاكيد وايضا التركيز على موضوع الحكومه هناك حقيقه العديد من الاراء حول موضوع الحكومه وايضا امكانيه التغيير هناك بعض النواب الذين طالبوا بان أن يُفتح المجال لكل من لديه الرغبة في الترشح من الليبيين لأن يكونوا على سُدة هذه الحكومة المرتقبة الجديدة وأنه لابد من التغيير للحكومة الوطنية بحكم أنها باتت بعد 24 ديسمبر بحكم حكومة تسيير أعمال وأن هذه الفترة تتطلب أن يكون هناك حكومة بشكل رسمي في حين أن هناك بعض النواب الذين ربما يعني وجود حكومة أو تغيير الحكومي لا. في في هذا التوقيت يروا انه قد يكون مثار غضب بعض المواطنين خصوصا في غرب ليبيا لان هذا ربما ينبئ بان فتره الانتخابات ستكون بعيده لكن مدينه طبرق حقيقه اغلب سكان مدينه طبرق الان لانهم ما زالوا يعانون من تردي المعيشه وكذلك المياه المنقطعه وايضا التيار الكهربائي والازمات التي يعانيها المواطن في هذه المدينه ربما التعجيل بان تكون هناك حكومه يعني حكومة ازمه بديله عن حكومة الحكومة الوطنية نعم. ربما يكون على يديها الخلاص للمواطن في هذه المدينة. طيب مع سوء الاحوال الجوية هل هناك اي يعني حراك للتظاهر في جلسة الاثنين القادم امام مقر البرلمان كما عود الشارع في طبرق الليبيين على على ذلك. طبعا التنسيقيه المجتمع المدني وكذلك الحراك في في هذه المدينه سيواصلون ايضا الاعتصام، الاعتصام سيكون هنا في في هذا الميدان الذي اقف فيه لن يكون الاعتصام امام مقر البرلمان لان مقر البرلمان يعني هناك يعني تنبيه امني بان يكون الاعتصام في ميدان الشهداء في في مدينه طبرق حتى بدون التنبيه الامني الملاحظ والناس اللي ترى وايضا تشاهد مقر البرلمان الان هو واقع على الطريق الرئيسي السريع وهذا طبعا الجلسات الماضيه حقيقه تسبب في العديد من المشاكل ادى الى حتى اصطدام بعض السيارات وايضا هناك يعني انفجار بشكل سريع او بشكل بسيط في احد الاعمده الكهرباء ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على تلك المنطقه سببها الازدحام اللي كان موجود في الجلسه في الجلسه ما قبل الماضيه، لذلك الحراك سنشهده يوم غد هنا في هذا الميدان، المطالب هي ذات المطالب، الحراك طبعا سيواصل رفع هذه الشعارات بضروره ان تكون هناك انتخابات في موعدها، في حين هناك شيء اخر انتم تعلمون ان المفوضيه اعلنت ان الرابع والعشرين من يناير ربما سيكون هو الموعد المختار بدل 24 ديسمبر الرابع والعشرين من يناير هو يوم غد الاثنين ايضا في ذات الوقت ستبدا الجلسه هذه الجلسه نعم. في محكمه طبرق الابتدائيه هناك احد المحامين من مدينه طبرق رفع جلسه على رئيس المفوضيه هو الاخر ستكون هذه الجلسه نعم. يوم غد صباحا على تمام الساعه التاسعه والنصف في كل هذه الأحداث لها علاقة ببعضها البعض. العمل المشترك هو وجود البرلمان في مدينة طبرق، نعم وأيضاً المطالبات بـ مطالبات بأن تكون هناك انتخابات في 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 القريب العاجل. نعم مراسل تلفزيون المسار من طبرق عبد الرحمن سلامة وضحت الصورة. رسى خزان سلوق العائم بقاعدة طبرق البحرية بعد خروجه عن السيطرة لثلاثة أشهر عقب انفكاكه. من مخطف التثبيت وانابيب التعبئه بحقل البور النفطي البحري خزان سلوك العائم هو عبارة عن سفينة نقل نفط خام بسعة مليون وخمسمائة ألف برميل طولها ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مترا وعرضها خمسون مترا تقريبا جرى تحويرها لتصبح خزانا عائما عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين ثم تم تخريده عام 2017 وبيع في مزاد علني لاحدى الشركات النفطيه. نتحدث اليوم عن وجود الخزان العائم سلوك في قاعده طبرق البحريه. الخزان كان متواجد في حقل البوري من 85 وبعد ان انتهى مده الخدمه بتاعه اجرى فيه مزاد ورسل مزاد على شركه خدمات الدعم السريع للخدمات النفطيه. وتم استلام خزان الشركة ومن ثم مغادرة الخزان من منطقة حقل البوري وأصبح في طريقه إلى الصيانة ولكن بعد فترات حاولوا إدخاله إلى قاعدة طرابلس لم يتمكنوا نظرا لكبر الحجم وقاعدة القمص كذلك وقاعدة مصراتة كذلك وهذه الأسباب اللي أدت إلى دخول إلى المنطقة الشرقية لأن مداخل المواني صناعية وصغيرة الحجم لا تحمل أي حركة من مثل هذه الناقلات الكبرى ولما كان فوق منطقة بنغازي فقد السيطرة عليه لمدة أكثر من عشر أيام وقبل سبب كارثة كبيرة. الملاحة البحرية في البحر الأبيض المتوسط وقرابة السواحل الليبية ولكن الحمد لله بأيدي الأبطال تم السيطرة عليه وصعود بعض أشخاص القوات البحرية القوات الخاصة وإجراء اتصال الأحبال وربطه بالأحبال الخاصة به ومن ثم انطلق في مسيرته حتى كان بالقرب من طبرق شرعت مجموعة شباب منطقة تكويت ببلدية نالوت بإطلاق حملة تطوعية لإصلاح وصيانة خطوط مياه الشرب المتهالكة بإمكانات بسيطة وطرق بدائية في ظل الغياب التام للجهات المعنية والمسؤولة بالدولة بينما يعاني سكان طبرق من سوء الخدمات ويطالبون الحكومة بالالتفات لهم معاناه دفعت مجموعه من الشباب في منطقه تكويت التابعه لبلديه نالوت الى حل ازماتهم من خلال مبادره تطوعيه تهدف لاصلاح وصيانه خطوط مياه الشرب المتهالكه بامكانات بسيطه وطرق بدائيه في ظل الغياب التام للجهات المعنيه بالدوله وعجزهم عن توفير ابسط الحقوق للمواطن الا وهي المياه. نظرا لشبكه متهالكه وليها فترة أكثر من من سنة 1979 آخر صيانتها تم صيانتها لتو ما فيها حتى والشبكة كلها متهالكة وين تصلح من جهة تخرب من جهة الثانية لازم ضروري من النظر في هذا المشروع و الخزان العلوي للخزان السفلي هذا الطوب متهالك وليها أكثر من 30 سنة ولا 40 سنة نرجو من النظر سي... سي... في... في المشروع هذا والنظر للظروف الامكانيات اللي توا المواطنين حق ستين 70 دينار ما يقدرش يجيبه لان السويله ما هناش والطلبات ما وناش... والناس ظروفها تعبانه وفي طبرق معاناه اخرى ومناشدات للحكومه بالالتفات لاحتياجاتهم التي جعلتهم يقفون عاجزين بامكانياتهم المحدوده عن رفع سقف يحميهم من امطار الشتاء وترميم بنيه تحتيه متهالكه لي 15 سنه في الحي هذا وحوش كوخ كل سنه اعطب من سنه ونمشي نشكي ما فيش اي حل من الدوله وارحم والديكم ارحم والديكم انا راجل عندي ثلاث بنيات ووليد والوليد فيه السكر انحني يعني فيه حتى هو ياخذ علاج من السكر من عيادة السكر اليوم هذا والله العظيم الله امبارح ما رقدنا الا في كوجينا متروين في اربعه ما فيش الحوش كله قاطر بصراحه وارحم والديكم نبي من رئيس الدوله بدبيبه ارحم والديك ادير لي حل نبي راجل راقد ريح معناها ناخذ المساعدات والامكانيات يعني محدوده حتى يعني من ناحيه الحاله الصحيه ومن ناحيه يعني المعيشه يعني من ناحيه المعيشه وصراحه يعني حوشنا زي ما انت شايف يعني ما الوضع من ناحيه الشتاء قلنا صراحه الليل هذا ناخذوه كل وعيين يعني اساسا نبو ننجو الابناء صراحه يعني نناشد يعني نناشد ونطلب المساعده من اهل الخير يعني مخصصات مالية تدرجها الحكومة في موازناتها لتحسين وتطوير إنجازات وصلت في الميزانية إلى أكثر من 86 مليار دينار، لكنها تظل مجرد أرقام لا ترتقي إلى مستوى الفعل الامر الذي اوجد جدلا واسعا في اوساط المراقبين امام واقع مرير يروي قصه مواطنين لم تسعفهم المناشدات من وطاه الاسراف المفرط من قبل الحكومه التي تغطي ارتفاع المصروفات لاكثر من ملياري دينار مقارنه بالاعوام السابقه ضمن مخصصات الوزارات والمؤسسات العامه والبلديات نشره اخبار تلفزيون المسار وصلت الى نهايتها في حفظ الله دكتور